أظن مستحقين، استحقينا يعني بطولة دوري الخريف، ولو هي يعني الأهم شيء هو في آخر الموسم، لكن مشاهنا باش تعطي معنويات وأكثر ثقة اللاعبين باش يدافعوا على اللقب إلى آخر رمق. بالنسبة لتوقف الدوري باش نحاولوا نستغلوه على أحسن وجه. مبدئيا فما هناك إمكانية سفر إلى الإمارات إذا كان صح يعني هذه الدورة وفي المستوى يعني ممكن ننتفع بها. إذا كان ما صحتش هذه الدورة في الإمارات، فعنا بلون بي يعني في معسكر داخلي في المغرب أو ربما خارجي، ما في عدة مباريات لأنه ما يمكنش نقعدوا الفترة هذه بدون مباريات. هذا هو يعني أعطي الصحة. وبصراحة أنا عندي في ثقة نشوف التدريب، أعطي الصحة مدربهم سيد قاسي، مدرب حراس ممتاز، وما زال عنا الخير لتحت، عنا الحراس الشبان مستقبل نتهناو عليه، لكن بقى فيه أنا خياطك دخلوا جول يعني مش منه هو، من الأولاد شوية فقدوا التركيز قبلها ببعض ثواني تصدى عليه بقى فيها، لأن أنا حارس كنت حسبي، لكن ما شاء الله عليه، ما شاء الله على الذراري كل، وربي وفق المهدي في كأس أفريقيا مع المنتخب المغربي إن شاء الله. الحمد لله كي ماشي من السهل تربح فريق مثل فريق الفشح الرباطي هنا في الميدان ديالو بربعة الواحد، هادشي كيبين أن كيبين حاجة واحدة، أننا عازمين باش نحقوا اللقب الثاني على التوالي، وان شاء الله غادي نخدموا مزيان، ما غاديش نرجعوا اللور، غنحاولوا نواصلوا في الاداء الثابت ديالنا باش نحافظوا على اللقب ديالنا ان شاء الله. والجمهور كيبقى اول دفعه معنويه لنا هو الجمهور ديالنا، الحمد لله حجب كشف اليوم. بغينا نعوضوا ليه شي حوايج فاش، والحمد لله هذا الانتصار غادي يعاوننا ان شاء الله باش نتصالحوا مع الجماهير ديالنا، وان شاء الله غادي كما قلت لك غادي نديروا كاع الطرق باش نحافظوا على اللقب ديالنا ان شاء الله.